زيارة مرتقبة لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي لمحافظة تعز. السلطة المحلية هناك استنفرت وأطلقت العديد من حملات تنظيف الشوارع والطرقات وردم الحفريات لإظهار المدينة بدون أي مشاكل خدمية. هذا الأمر أثار حفيظة المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من تردي الخدمات في المحافظة وتقصير السلطة المحلية في أداء مهامها، متسائلين هل تنظف تعز من أجل رشاد العليمي فحسب؟ ألا يستحق أبناء تعز خدمات أساسية من نظافة وكهرباء وطرقات وغيرها من الاحتياجات الأساسية؟ نشاهد وإياكم بعض الصور للأماكن التي تم إخضاعها لحملة النظافة في تعز. نشاهد. إذن كما شاهدنا وإياكم هذه بعض الصور لتنظيف الشوارع في تعز استعدادا لزيارة رشاد العليمي، رواد التواصل الاجتماعي عبروا عن استيائهم من قيام السلطة المحلية بهذه الحملة، وهي التي لم تقم بواجباتها في الفترة الماضية لكنها اليوم تحاول التغطية عن فشلها بحملات نظافة تزامنت مع هذه الزيارة المرتقبة. من ضمن هذه التفاعلات ما كتبته مها الشرعبي، تقول مها: الاستعدادات هذه تدل أنه في ميزانية كبيرة تم صرفها لتعز وطرقاتها وبنيتها التحتية وخدماتها ومواطنيها، ولكن هوامير الحرب السرق جمركوها. سلطة تعز تتجهز مثل العروسة اللي حددوا لها عرسها فجأة خلال يومين. تقول أيضا مها: سريع كملوا تنظيف وترقيع للشوارع، سريع ما في وقت، وكل الخسائر بترجع تعوضوها من التهباش والجبايات. محمد علي سيف كتب قائلا: تنظيف شوارع تعز بمناسبة أخبار متداولة عن زيارة مرتقبة للعليمي يذكرنا هذا بالمرأة المهملة لمنزلها أثناء فترة غياب زوجها الذي يكدح في إحدى المحافظات يطلب الله عليها وعلى جهالها، وعندما يبلغها بموعد عودته وزيارته تقوم بحملة تنظيف للبيت وغسيل ومفارش وبطانيات. حافظوا على المظهر العام للمدينة طوال أيام السنة. أيضا خالد الجرادي كتب ساخرا، يقول خالد: لو عاد تغسلوا الشوارع بفيري أحسن، العليمي بيزور تعز، الجماعة يجهزوا أنفسهم استقبال العليمي، ويصفهم بأنهم فاشلين، ويقول: نريد مشاريع وكهرباء وطرقات ودعم للتعليم وتسليم رواتب الشعب. أما محمد عز الدين يقول: لو الذي طبع لهم صور رشاد العليمي زاد اشترى صندل للذي رافع الصورة حافي ويكون بميزان حسناته. أيضا من ضمن التفاعلات ما كتبه شوقي، يقول شوقي الزريقي: تعز هذه المدينة الصامدة التي عانت من الظلام والحرمان لأكثر من 10 سنوات لا تزال ترزح تحت وطأة الأزمات وغياب الخدمات الأساسية، وفي ظل هذه الظروف القاسية يثار التساؤل حول كيفية استقبال أبناء تعز للدكتور رشاد العليمي. هل سيفتحون له الأبواب بالورود كرمز للأمل في التغيير والإصلاح، أم أنهم سيلتقونه بمطالبهم المستحقة، مطالب قد طال انتظارها؟ يتساءل يقول أنه أبناء تعز لم يعود يبحثون عن وعود فارغة بل عن حلول حقيقية تخرج محافظتهم من حالة الحصار التي تعيشها وتعيد لها الحياة والخدمات التي حرمت منها. لا شك أن استقبالهم لرشاد العليمي سيكون محملا بتوقعات كبيرة، فهذه المدينة المكلومة تستحق أكثر من مجرد زيارات أو وعود، إنها تستحق خطة إنقاذ حقيقية تعيد إليها حقوقها وتخفف من معاناة سكانها الذين طال انتظارهم للفرج.